يابي هاي أسهل وأطيب بصلة تراب ملك ممكن تسووها بالبيت وألف ألف عافية. يابا أول شي نجيب كاسة وعلبتين جيمر نضيف هاي العلبة الأولى هاي العلبة الثانية بعدها علبة كاملة حليب مكثف بعدها نبدي نخفق زين الى ان يتجانس عندنا. طبعا اهم شيء المكونات تكون درجة حرارة الغرفة حتى لا تتعبكم. شوفوا شلون صار عندنا هذا القوام احنا اللي نريده. هسه نجيب طن من البسكيت ونطحنه ناعم. هسه البسكيت صار عندنا مثل الطحين. شوفوا هسه عندنا الحشوة جاهزة والبسكيت جاهز. هسه نجيب كاسات من ذني او تحبون بايركس بكيفكم. ونبدي اول شيء نخلي بسكيت ناخذ البسكيت نخليه بهذا الشكل بعد شويه هيك نساوي بعد ناخذ من هذا ونبدي نضيفه بالكاسه بهذا الشكل. هسه نرجع ناخذ بسكيت مطحون ونضيفه هذا الشكل نسوي شوية بعد بسكيت نرجع نضيف. يعني وصفة كلش بسيطة وسهلة ما تطولون بيها 5 دقائق. هسه يابا صار عندنا طبقتين بسكيت وطبقتين حشوة راح ازينه بهذا البسكيت اخليه لي فوق بهذا الشكل. واذا تحبون تخلون نستلة مبروش لي فوق او باي شيء تزينوه او تسوون 3 أو 4 طبقات اي مشكلة ماكو. يابا بعد ما الكمية كلها كملت هسه لازم تخليها بالثلاجة قل شي ساعة وألف ألف عافية.